بحضور سمو الشيخ سلمان بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للرياضات الجوية، اختتمت البطولة العربية وأول كأس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الطيران الحر الداخلي التي تنظمها وترعاها شركة جرافيتي بالتعاون مع الاتحاد البحريني والعربي للرياضات الجوية واللجنة التنظيمية للرياضات الجوية لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نحو 60 قافزا من مختلف الدول الخليجية والعربية. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. في أطول نفق هوائي زجاجي في العالم حيث مملكة البحرين، يتنافس نحو 60 مشاركا من بينهم 18 فريقا في البطولة العربية والخليجية للطيران الحر الداخلي، 10 جولات فاصلة حددت هوية الفائزين في هذه البطولة التي شملت المحترفين والمبتدئين وتنوعت ما بين المنافسات الفردية والجماعية. لله الحمد، يعني نجاح من نجاح إلى نجاح. طبعا أول نجاح حضور اللي شفتوه أمامكم 60 متسابق من مختلف دول عربية وخليجية. ثاني نجاح لنا اللي تشرفنا بزيارة يعني رئيس الوزراء، هذه أكبر فخر، هذه وسام على صدرنا كاتحاد حديثي النشط الحمد لله، ولكن زيارة هذه تكفي، يعني نجاح وسام على صدرنا، يعني الله يحفظ أبو علي، الله يخلي لنا إن شاء الله التجربة هذه ضمن يعني ضمن استعدادات زي ما انتم عارفين بطولات العالم بتكون في 2018 في بطولة إن شاء الله جاية قارية، أول بطولة آسيوية بإذن الله تعالى بتكون بالتنور هني، نلاقيكم إن شاء الله في ديسمبر أول ديسمبر. وعندنا الله يسلمك بعد بطولة أعلننا عنها اليوم بالاجتماع الخليجي اللي قلنا فيه صدق، أتمنى إن شاء الله ننظم بطولة خليجية أو دور تشمل المظلات. ختامها مسك، بطولة نال فيها القافزون البحرينيون على 10 ميداليات ملونة في مختلف المجالات. تشريفنا بوصول رئيس مجلس الوزراء لمكان البطولة هو أكبر دعم لنا، وصوله هو في فيديو البطولة تتويج لنا، والحمد لله الفريق البحريني ماشي على الطريق الصح. احنا يمكن متأخرين عن باقي دول الخليج، لكن الحمد لله جالسين نمشي ونأدي، تونا من شهر محققين ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة لندن، بطولة عالمية. الذهب كان نصيب المملكة في واحدة من 3 فئات على المستوى الجماعي، بينما حصد الفريق القطري الذهبيتين، كما كان المركز الأول حاضرا أيضا على المستوى الفردي حيث نالته مملكة البحرين في فئتين من أصل 3، والأخيرة كانت من نصيب الإمارات. لذلك حصل على المركز الأول في فئة طبعا يفرد المسابقات الخارجية من الطيارة لها قواعدها ولها تدريبها، وهي ما تفرد تسمونها بشكل كبير، بس تعتمد على الخبرة، فالخبرة هناك والخبرة هني كنا تلعب دور تسمونها بتهيئة القافز من أجل الحصول على مراكز متقدمة في المسابقات. والحمد لله البطولة الثانية اللي نشارك فيها، قبل شهرين كنا في لندن شاركنا في سلسلة الروكي، الحمد لله حققنا المركز الأول والحمد لله رب العالمين. البطولة الأولى العربية الخليجية أيضا في نفس الفئة والحقق المركز الأول. حدث رياضي كبير يضاف لسلسلة الأنشطة المرموقة التي تحتضنها المملكة، وذلك لكفاءتها العالية في إدارة مثل هذه البرامج العالمية التي تسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية على أرض المملكة. هنا حيث المتعة والإثارة في بطولة الطيران الحر الداخلي، يتلاقى القافزون من مختلف الدول الخليجية والعربية، ومملكة البحرين وكما عودتنا في إنجازاتها تحصد العديد من الميداليات الذهبية. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.